موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري، أهلا بكم. اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين الإماراتيين بالخارج في أبوظبي، وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود انتفاح كبير على القطاع الخاص ودعوة المستثمرين من الخارج للدخول في مشاريع ضخمة في مصر. وقال مدبولي هناك تسهيلات في الأراضي الصناعية للمستثمرين، وسنعلن خلال أيام قليلة قيمة الأراضي الصناعية وقيمتها وإتاحة التملك للأجانب ورخص ذهبية تضمن تسهيل الإجراءات خلال 20 يوما عمل. أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2023 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي. أعلن حزب التضامن الأوروبي أن رئيس الحدود الأوكراني منع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بورشينكو من مغادرة البلاد للمشاركة في عدد من الأحداث الدولية. وقالت إيرنا غريشينكو نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي: أعلن التضامن الأوروبي عن الرحلات الخارجية لزعيم الحزب بيترو بورشينكو الذي هو جزء من الوفد الرسمي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، كما تمت دعوته للتحدث في قمة حزب الشعب الأوروبي هذه رحلات عمل برلمانية رسمية، ورئيس البرلمان الأوكراني لديه كل الدعوات وجميع الأوامر ذات الصلة. تتوقع روسيا مكاسب إضافية كبيرة من عائدات النفط والغاز هذا العام رغم عقوبات غير مسبوقة، فيما كشفت موسكو عن أوجه إنفاق هذه الإيرادات. وقال وزير المال الروسي إن بلاده تتوقع تحقيق 1 تريليون روبل إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، مضيفا أن جزءا من المكاسب الاستثنائية سينفق على العملية العسكرية في أوكرانيا. يعتقد خبراء الفضاء أن هناك عاصفة شمسية قوية قد تضرب الأرض اليوم السبت 28 مايو، سوف تنتج عن تلك العاصفة الخاطفة المتوقعة عواصف مغناطيسية أرضية من الدرجة الأولى. وقد تم تصنيف الحدث الذي قد يحدث اليوم السبت على أنه فئة G1، لذا لن يكون له تأثيرا قويا إذا حدث. ونختتم بأسعار الذهب، حيث سجل سعر جرام الذهب عياري 24,175 جنيها، بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 1,100 جنيها، وسجل سعر جرام 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 925 جنيها. وإلى أسعار العملات، حيث أعلن البنك المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه وبلغ 18.54 جنيها للشراء و 18.62 جنيها للبيع. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.